رجعت لكم بعد الفاصل، بس صراحة أنا زعلانة وأنا بقلي بالكباب، توسخت بلوزتي شوفوا، خلاص راحت انشطت البلوزة، من وين أجيب أنا هلا بلوزة واحدة ثانية؟ لازم أنتوا تجيبوا لي يا جمهوري. خلاص خلينا نرجع للطبخة، هلا بدنا نقعد نصفط الكفتة عشان نطبخها. رح نعمل أول إشي إنه رح نحط حبة بطاطس، حبة بتنجان، وحبة فليفلة، يعني مثلا هيك نصفتهم زي بعض، بس الفليفة طلعت كثير كبيرة بصراحة. رح نحط بينهم حبة الكفتة، رح نرجع نحط كمان حبة بطاطس، ونرجع نحط حبة بتنجان، ونحط بينهم حبات كمان بندورة. الصينية بتزحلق يا جماعة. رح أحط بطاطس وكفتة وبيتنجان، ونرجع نحط فليفلة، عارفين، ونرجع نحط حبة بندورة، يعني نضل نصفط فيها هيك عبين ما تخلص معانا كل الكمية. هلا انت مش ضروري كمان، ها شوفوا زي ما قلت لكم البتنجان احنا لما شويناه ما راح ياخذ معك كمية زيت زي لما ياخذ معك البتنجان لما تقليه. هلا نرجع نحط البتنجان، الكفتة، البطاطس، والفليفلة، والبندورة، قبل ما تخلص معانا كل الكمية. حبات البتنجان كتير كبار، والله ما بكلم نفسي بس مركزة يا ياسر. يلا هلا هلا برجع بعلي صوتي. هلا شايفين ايش عم بعمل؟ عم بصفط فيهم. نرجع نحط، شوفوا البطاطس لو حطيتي حبتين ثلاثة مش مشكلة يعني عشان تمسك معاكي. هلا رجعنا نفس الطريقة عبين ما تخلص معانا كل الصينية. الفليفلة بتعطيها طعم كثير زاكي على فكرة. نحط بطاطس. البطاطا هي محبوبة الجماهير، ما في حدا بالحياة ما بحب البطاطا. شكل الإشارة حيخرب كمان اليوم. خلص حطينا هذا، حنحط كمية بطاطا، ونحط الكفتة، هاي الفليفلة، وهاي كمان حبة، وهاي بتنجان. بتنجان يا بتنجان. الكفتة تقريبا خلصت معنا، هم هدول نحطهم بين حبات الفليفلة. نقدر ناخذ حبات البطاطا ونحطهم هيك على الأطراف، لأنه قلت لكم البطاطا ما في حدا ما بحبها. ومنصفت كمان باقي الحبات البتنجان معاهم. هلا احنا حطينا كمان حبات البندورة، بنقدر نحطهم على الوجه. رح نقيم هدول التنين، ورح نعمل الصوص. الصوص اللي راح نحطه على الوجه هلا، احنا حطينا بندوره فرش جواتها، راح اخذ شوي من صلصه واعمل بالصلصه مرقه. بدي كميه منيحه من المرقه، راح احط زيت على الغاز. بسم الله. راح اخذ تومه وأقلبها بالزيت. خليها تتقلب تاخذ الزيت طعم التومة. بدي ملح ملح ملح، وبدي فلفل اسود. فلفل اسود كثير زاكي مع يعني كل طبخه فيها صوص احمر، هذا يعني رب البندوره بتزبط معاها كثير. هلا بدي معلقه اخذ من الصوص. بسم الله. راح احط كميه منيحه، احطهم كلهم خلاص.
لانه بدنا نغطيها كلياتها بالصوص. شايفين؟ خلينا نقلبها اول شوي، بعدين بنحط عليها المي المغليه. شوي مي. هي الصوص هيك صار، بس خلينا نغلي شوي. هلا بالعاده بدي اقول لكم معلومه، بدي انا كان المفروض لما نحط صوص البندورة لو حطينا معاه ربع معلقة صغيرة سكر راح يخفف من الحموضة تبعت صوص البندورة. أنا هلأ بالمقادير بصراحة ما كنت حاطة السكر، هلأ تذكرته. في مطربة. أيوة شكرا ميرسي. سكر نقطة. راح آخذ كمية بس كثير قليلة من السكر عشان ما يغير معي الطعم، بس عشان اقولكم انه السكر رح يخفف من حموضة رب المندورة اللي هي صلصة الطماطم. هلا هيك غليت معانا، حاسة انها بدها شوية فلفل اسود كمان رح احط. انا بالعادة قلتلكم انا كثير ايدي بالبهارات، فانت يعني انت حرة قديش بتحطي كمية البهارات اللي بدك اياها. هلا هذا غليت معنا، رح نحطها فوق كلياتها فوق الكفتة. هلا هي تقريبا نقدر نحكي انه احنا بنقدر نحطها بالفرن وبنقدر نحطها على الغاز من فوق، بس احنا هلا عشان كل المقادير معانا مستوية ومعناش وقت كثير اني احطها بالفرن، لانكم بتعرفوا انه بالعادة الغاز اسرع من الفرن. هلا خلص استوت معانا الطبخة والصوص عقد معنا كثير منيح، والخضار دابت، اهم شيء البندوره لانها هي البندوره اللي كانت مش مستويه معنا حطيناها زي ما هي. هلا هيك طبقنا جاهز، ما تتخيلوا الريحه قد ايه طيبه، ما تتخيلوا هاي الاكله قد ايش رهيبه. هاي ممكن تاكلوها كمان مع رز ابيض اذا بتحبوا، وهي بالعاده بتتغمس تغميس بالخبز. هلا خلينا نرجع نحكي ايش عملنا من الاساس. قايم هدول هلا برجع دقيقة. لو حطينا شوية بقدونس هون تعطينا لون حلو كمان، يعني هيك لمسات خفيفة. أول إشي عملناه إن جبنا الكيلو لحمة مفرومة ناعمة، حطينا معاها بصل مفروم ناعم، بس إحنا البصل اليوم ما كان عندنا مفروم ناعم. حطينا معها بقدونس، حطينا فلفل أبيض وفلفل أسود والبهارات، حطينا شوية زيت وقلبنا كل اللحمة مع هذا اللي حكيت لكم عليه كلياته مع بعض. عملتها تقريبا كرات بس دعكتها شوي بإيدي عشان تصير زي القرص شكلها. قليت الحبات الكفتة وكنت قالية بطاطا دوائر وبتنجان دوائر شويناه شوي ما قلينا، وفلفل رومي دوائر كمان، وحبات بندورة. صفتنا كل المكونات مع بعض يعني ورا بعض، حطينا فلفل، حطينا الكفته، حطينا البطاطا والبندوره، عبين ما خلصت معنا الصينيه كامله. جبت تومه تقريبا اربع خمس حبات مدقوقين، قلبتهم بالزيت نباتي وحطيت عليهم صلصه البندوره، حطينا فوقهم مي وحطينا فوقهم ملح وفلفل اسود، وحكينا حطينا ربع معلقه سكر. غليناهم مع بعض، بعدين حطينا الصلصة الكاملة اللي عملناها فوق خليط الكفتة مع الخضار، حطيناها على الغاز تقريبا ربع ساعة عبين ما سبكت معنا كتير منيح، وبعدين خلصت معنا الطبخة. هيك هلا احنا طبختنا بتكون هيك جاهزة لليوم، وان شاء الله انها تكون عجبتكم، ونلتقي ان شاء الله بحلقة جديدة.